ومعنا هاتفيا من لندن خالد العيسر الكاتب والصحفي السوداني، مرحبا بك. إذا النائب العام السوداني سيسلم تقريرا بشأن إنهاء الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم، إلى أي مدى تعتقد أن هذا التقرير سيسهم في تحقيق العدالة لقتلى الاعتصام وأسرهم؟ بالتأكيد جرى الكثير من اللغط والتداول لهذا الملف كل من زاويته، وربما هناك خلاف حول فكرة أن الذي يجب أن يحقق في هذه العملية هو لجنة مستقلة وطنية حسب ما توافقت القوى السياسية الممثلة في وعلى الحرية والتغيير والمجلس العسكري، إلا أن بعض القوى المكونة لإعلان الحرية والتغيير ترى أن اللجنة يجب أن تكون ذات صبغة خارجية، وربطت ذلك بالاتحاد الافريقي لضمان قيادة عملية التحري والتحقيق، ولكن هذا لم يحدث، وبالتالي ربما لا يحدث توافق داخلي حول هذه العملية، ولكنها تصف في الاتجاه الصحيح. المطلوب في هذه المرحلة هو أن يصل الناس إلى من أجرموا في حق هؤلاء الشهداء الذين ذهبت أرواحهم تلك العملية في 3 يونيو، وهذا بالتأكيد يحتاج إلى توافق وطني داخلي بغض النظر عن الموقف الدولي، ولكن المهم أن أسر الضحايا في السودان يكونوا على رضا وتوافق وقبول لهذه الخطوة من زاوية أنهم هم أولياء الدم وهم وحدهم من سيقرر ما إذا كان هذه اللجنة مغلقة أم لا. ماذا عن القضاء السوداني؟ هل يمكن التعويل عليه بهذه الخطوة؟ لا سيما بعد قراره إعادة الإنترنت التي قطعت بقرار من المجلس العسكري. القضاء السوداني حتى في الأيام الصعبة عندما كانت الحكومة المخلوعة وتسيطر على الحكم، كان أيضا هناك بعض القضاة الوطنيين الذين يعملون بضمير حي ويعني يعملون وفق الرؤية القانونية العدلية المنصوص عليها قانونا وشرعا، ولكن بالتأكيد المحتويات الموجودة في السودان الآن ربما تدفع البعض للتشكيك، ليس فقط من زاوية السودان وإنما العملية هي في حد ذاتها عملية سياسية ضوء الزاوية الإعلامية ورقابة جنسية وملاحظة من الشارع السوداني، هذا عوضا عن متابعة أهل الضحايا الذين هم أكثر الناس اهتماما بهذا التفكير. إذا القضاء السوداني ربما يجد نفسه بين منطقة السودان، وهذا حول التوافق المطلوب لإنتاج التي هي في الأساس تشكل المحور الأساسي للاهتمام السوداني العقبة الرئيسية بل العقبة السعودية. الصوت لا يصلنا بصورة واضحة، أتمنى أن يكون بصورة الأفضل. إذا ما أقدم القضاء السوداني على تحديد المسؤولين عن جريمة إنهاء الاعتصام، إلى أي مدى يمكن أن يسمح المجلس العسكري بذلك في ظل وجود تيارين متصارعين فيه؟ أنا في تقديري الشخصي أن العملية القضائية في السودان هي محط اهتمام كما أسلفت لك العديد من الجهات، ولكن المهم أن أسر الضحايا وأولياء الدم هم المعنيين اكثر بهذه القضيه، وبالتالي كنا قد ذكرنا في مرات سابقه انه من الضروري استصحاب رؤيه اهل الضحايا وذويهم، ولكن بالتاكيد المجلس العسكري يعيش حاله من التوافق الداخلي فيما بينه هي هذه القضيه، ولكن في المقابل اعلن الحريه والتغيير منشطره في هناك تيار داخلي يرى ان القضيه التحقيق يجب ان تتم وفق عمليه وطنيه ولجنه وطنيه، وهناك بعض الاصوات تنادي بضروره ان تكون اللجنه هجين مع اراده دوليه او قوى خارجيه كما هو حال مشاركه الاتحاد الافريقي، وهذا الامر ايضا يحتاج الى تداول بين الفرقاء، ولكن لا احد يستطيع ان يتكهن عن ماهيه وشكل المآلات لهذه الاختلافات. اذا ما اهميه ربط محاسبه المسؤولين عن جريمه انهاء الاعتصام بالاعلان السياسي والمرحله الانتقاليه؟ هذا هو أساس الخلاف الذي نشب بعد التوقيع على الإعلان السياسي، لأن بعض القوى المكونة لإعلان الحرية والتغيير أبدت امتعاضا واضحا من فكرة الحصانة المطلقة، وقضية الحصانة المطلقة هي أساسا يرى فيها البعض أنها التفاف لعملية التحقيق في عملية فض الاعتصام، وبالتالي لم يحدث توافق واضح حتى داخل قوى إعلان الحرية والتغيير، هذا بغض النظر عن
التدافع الذي يجسد الموقف الرسمي في المجلس العسكري. القضية الآن كما أسلفت تحتاج إلى توافق في أكثر من صعيد، بداية داخل قوى إعلان الحرية والتغيير فيما بينها لكي تتوافق حول رؤية مشتركة، ومن ثم تعرض في طاولة التفاوض مع المجلس العسكري. ولكن الشارع السوداني يترقب هذه العملية وينظر إليها كأساس لكل التحول السياسي والانفراج المطلوب يعني في المرحلة ما بعد. في الخلاصة أستاذ خالد، أمام هذه الخطوات هل يمكن التعويل على الاتفاق الموقع بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير للخروج من عنق الزجاجة؟ ومتى يمكن القول أن الثورة في السودان قد انتصرت؟ بكل أسف المعطيات والأخبار التي تأتي من أديس أبابا والتسابق حول كراسي السلطة وتقسيم المقاعد وعدم مشاركة بعض القوى المسلحة الفاعلة والقوى السياسية ربما ينتهي بالناس إلى حالة من الإحباط. اليوم الشارع السوداني يعيش درجة من الإحباط بعد أن يعني عشم أو تعشم في أن تنتهي الأزمة بعد التوقيع على الإعلان السياسي، ولكن الواقع أن الأزمة لا تزال مستفحلة، والتعويل على هذا التفاوض ربما لا يأكل في الساعات المقبلة. هناك ملفات مؤجلة، والواقع أن العلاج الجذري للأزمة السودانية يتطلب النقاش وفق رؤية لا تنظر إلى المقاعد والكيكة وكيف ومن يحكم ولكن المهم أن يتوافق الناس حول كيفية حكم السودان، وهذا يتطلب حوار طويل وموضوعي مع قوى حية كثيرة في المشهد السوداني. شكرا جزيلا لك من لندن سيد خالد العيسر الكاتب والصحفي السوداني.